الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل أبو بغل صدني السقالات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الصيام بين كسو الجري، خاصة باب كسو بصنا نبي قنو السوام الجري عليه الصلاة والسلام بالأن رمضان أهين بلهنا أن صون لأن لدين حديثة سوسعتي. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية اليشكري عن سعيد بن جبير الوالي بالأسد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام رسول الله رسول الله موسى سومين بولي ابن عباس سيد عائشة كلي شهرا كاملا بلدما يسترا قط ولي غير رمضان ورمضان كأهي. وكان الصوبان هو يصوم كي صوما إذا صام مركو صونك باللابو إذا شرع في الصيام حتى يقول القائل إلى وقفك سيداهدو لا والله لا يفطر ما يولي ما أفره هيو ويفطر نبقى أفوري جرو صونك إسكد إنجر سنضاء إذا أفطر مركو باللابو إنو أفره حتى يقول القائل إلى وقفك سيداهدو لا والله لا يصوم بشا نبقى صوم ما هيو يعني من ربضا بأفوري جري إلى اللي سيداهدو بشن شو نبي وحبه كسوم ماي مرنا صوم كود ديسن ترى ودي ترى إلى الله يدادو بشان شو ما بأفر يصوبانو عليه الصلاة والسلام. مرك حديث ابن عباس وحسو حكوا عدي هاي إن بلد ما يسترن أوسن صومين أن رمضان كأهي سيدو كله والنبي وبلها صون لان أوسن ديجي ترين. طيب حدثنا محمد بشار بن دار وأبو بكر ابن نافع محمد بن أحمد بالله يدادا هذا مشهور بكنيته عن غندر محمد وجعفر الهذلي عن شعبة من الحجاج عن أبي بشر شعبة متابعين وذلك أبو عوانة كلاهما عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية اليشكري بهذا الإسناد سنة هذا صوم رئيسين عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله. وقال وحونا شعبة مركو حديث كالتبين قائلك هذه يقولون متابعة آيات قد قيسا. وقال شعبه وحولي شهرا متتابعا منذ قدم المدينه نبي بل لما يسترن استبجوغا نبي ومسومين شهرا متتابعا اي متتاليا بالحريده منذ قدم المدينه انتو نبي مدينه سوق علي وحكوه الرياض دور او ما هي نبي. وحدثنا بكم نبي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عند الطبراني وحكيمي طبريبا شهرا تاما منذ قدم المدينه غير رمضان غير رمضان سداسو أسوق مركة يبوري أسوق. وحدثنا ابن مير محمد قال حدثنا أبي أبيه وعبد الله بن مير الحمداني حدثنا عثمان ابن الحكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير محل الشهيد كاد أقرب هوشا وحاوي إنك عثمان بن حكيمة الأنصاري إنه متابعين وذلك جعفر ابن أبي وحشي أبي بشر أها سألت سعيد بن جبير بن ويدي عن صوم رجب صوم كرجب بان ويديي ونحن يومئذ مالين كانوا وكسوا في رجب بش الرجب انو كجرا ايان سعيد بن جبير التابعي قيمه بدن وحان ويديي كورن صوم كرجب فضيس يعني الرجب ان لا صوم صوم سنه فضي انت لا اقبولي هاي مالين كانوا وحان كجرا سؤاش ان ويدينا يوداد كاس رجب انو كجري بش هذا نقدر مات شعبان بهذا انو كجراي. فقال وحولي سعيد بن جبير سمعت ابن عباس بن مغلي رضي الله تعالى عنهما يقول له كان رسول الله رسولك لا يحيى يصوم كي صوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم سداس مركة كو جواب سعيد بن جبير وحصوقاتي حديث كحيان ابن عباس ابن عباس محمد نبي كتمين اياه نبي محمد بن سوم الشري الى ان اشدهنا ما افري وافر الشري صون صون اسك دين جري الى ان سنرانو ما بسوميو مركه من سعيد بن جبير وحكو شيغيا او كوليهي بش الرجب صون كيود وخ غونا ام لها ساس وحدك او كانسدي بمعنى هادين نبي رجب سي غونا او ماغيو افور كم دايستين او سي غونا او سوميا ها سدا شعبان او كلي سدا شعبان او كلي ايو ماغي لها sida loo soo guurshay nabigu noo shacbaan si goona u soo majiray yaa rajabna la soo guurin lahaa soonkeeda nabigu u soo majiray hadday fadi gooni ah iyo mudnaan gooni ah bilaha ka leedahay xagga soonka macnaha suu rabaa inuu kuu sheego ibnu sacid ibn jubayr.
وحدثنيه وحاكوا لحدك إيه تبيب ولمسلم علي بن حجر بن ياس السعدي حدثنا علي بن مسر القرشي حاء وحدثني إبراهيم ابن موسى إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي حد أخبرنا عيسى ابن يونس بن إسحاق السبع كلاهما لبدا وداد عيسى إي علي بن مسر عن عثمان بن حكيم بيكتبني حديثك وحين متابعين وذاتك أها عبد الله بن مار الهمداني في هذا الإسناد سند كان يكون قاتم بمثله كي وشيغي نينك يا عبد الله بن مير وكلي التبيين ويأيونا شيغين وي ويكوريين عثمان بن حكيم وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي خلف عفوا أحمد بالي هذا من محمد قال حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عفوا أبو بكر بن نافع أحمد بن محمد بن أحمد عفوا واللفظ له اللفظ كان شيق الدونانا وحائزكال أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد حدثنا بهز يعني ابن أسد العمي حدثنا حماد بن سلمة وذلك ما كان روح من عباداء أي بهز ومتابعين كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصوم النبي كيصوم وصوم صنو سوم جرو بدن جري حتى يقال إلى لسيده هذو قد صام النبي صوم كبديستيبه وبشن ما بأفره أيه قد صام ويفطر النبي وأفر جري وصوم كصنو سكدين جري حتى يقال إلى لسيده هذو قد أفطر النبي وبشن صوم أفر بديستيبه وما بسوم دون لسيده يعني قاب كاس النبي كود صون مجوك تنجرين أفرنا نبيكم متشوك تنجرين وهي ساعة بساعة يحكوا ذي الجري قد يظهر أمرك كصاب سن رجب كصاب سن واسدا ومسعيد من جوار الشيقي وإحنا بمحمد كصوغان عليه الصلاة والسلام يا سحابة ذي كصوغان أو سون قونو رجب للصوماي أو فضل المتشر لا يسوع عن رسول الله ولا عن أصحابه حديث في فضل صيام رجب نبي محمدنا كما صوغنو ولا عن أصحابنا كما صوغنو صون كالرجب إنه مندان قوني عليه كذلك صلاته صلاة الليل يتهجد يسجد قوني إن رجب لصينا أي أن حديث كو أصحي مجر وبدع صلاة الرغائب يهول هذا إسكيل عليه رجب وبالحرم له أشهر الحرم بيكجرتا واحد فرد وثلاث سرد وذلك رميقة أو يري بيها بلا حرم الله وامسال وأفر بور مركز كلا شيء وحول واحد فرد وثلاث سرد صدح الحجية هل متحن ويبوري صدح الحجية تقانناها دواء ذي القعدي ذي الحجية محرم بشأو تقانان سيدتال صوئيو عرفو إيو زكو صدح ذا وي حريران رجبنا كل قد بمتحن تاي وحيو رحيسا شعبان إيو إيه جماد الآخر جماد الآخر رجب شعبان بحيو رحيسا إذن صون كذا فد جوناك وما أصحين صلاة الليل كذي قرآن أخرس كذي عبادة حديث جوناك وما أصحين بلها حرمة ذي كم بتهاي لكن جماعة من السلف ومن عمر كم بدي هاي أيها بلها حرمة أفرت سج جوناك أصوم جري وصون كذا جونا أتابن جري حديث باكو أصح ذي إن بلها حرمة ذي صون كذا وفي عين حديث دورة كتمت لكن رجب قوني أهان الله ماغو سيدا شعبان وكالي أما ذي الحجة وكالو طبان كذا أما محرم وكالو إنو قارد وناي مجر لا يصح حديث خاص في صوم رجب لا عن الرسول ولا عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم كذلك تاجد كيسيها وليس اسكو قادة وحيبها ما بابك الله قشيغو وبدعوه هذا أسوه ميسان ومن أشهر الحرم أسوه ميسان ها لكن هو الرجب مايا سو ورك العدم وركاس أشهر الحرم بيكملتها يا دي لو ما قيو وحب أحبار له هليا لكن رجب فذق بيش ما بيش الرجب أو شا إسكيل عليا كلية وحال إلا إسكوها يا في الجاهلية بيش الرجب جورع يا ذبائح بيا جاهلية كحرمين شرين أو نف عتير الله إذا هذا أي جورع شرين أو مساكين تي ابن السبيل كي مرتضى يسين شرينه هلبي جورع سمعنا واجد ويقدم بيساو شا يدا إلا أقول لها وهابيض وأي سيف تقلق كلب بحي وأوشى أي باب إيه إلى يومنا هذا هو مسألة خلافية بين الأهل العلم
ذبائح قوني ولا قورعه صدقة هلب قوني يولي مقوني والله سنبش الرجم مجرته مجرته لا فرع ولا عتيرة. أحاديث كنت ميدد مرتين سنن قياد كم مرتين أي أصوى بابك لمن حديث هو المنسوخ إلى هذان لمن نوى محكمة إلى هذان وبش الرجب ما لما المها كم بذا إن ولي مالا سميو أري لقورعو قيل لقورعو لو لقورعو هيب كلا يسلدعو ومساكين تلقوذيو مضانوهم نولادو ويحرطوا أفكو دفنكو ياشان واللوبة هاي إلى هذا وذا داب وجوب كله ويبا أيوكو ويروا واجب بأ تا قورع ويه والله سكوها يا لكن صونك يا صلاة تاجد كأولاس اسك إلى ليه بدع الفود لك ليسان بابنا يا عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين العيدين والتشريقاء وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم إمامك وحول النووي واسيد الشافعي وقبان جمهور طوضي سيدي بترجمة إنه قد دعي بابنا هي ربي دل إسكار ربي وبابي هاي عن صوم الدهري سنة كوردان إلى صوم سنة كوردان إلى صوم تو رمضان هذا دوران بوك سارة كوي تمان كبلودا كرنا صن لود دايو لمن دول كي الله إن الله كهذا تضرر لا يلقر ربي عفوا لمن تضرر به نينك الصوم الدهري كل رمضان يكون رفاضي إيه عبادتك قاصرية إيه حقوق الضياعية إيه واجباتك سارة مسؤولياتك قاصرية نينكاس أيا لغير ريبيا إنه صوم الدهر لا يمات نينك اللي كاسو أذيك ولا شيء وجد أذيك وحقوق دين أمير سارية مسؤوليات كأن ضيع عينين حق أن كوك جبوت فلين إن سنة كرم بقو صوم ويقبل نانت هاي وولي بوا صنو أيور بنو إنه كيد هذا أو ما سفوت تكسيي به أي بصوم الدهر حقا واجب سارة أي حق ضيع عين نينك أم بان لو قلي أو ما سلم يفطر العيدين والتشريق أما مال مي عيدها صومي أون أفرن كاسة ودوا لك ريبا يصوم الدار صوم الدار هدون خصوصا كل بينين حقنا آدم كده يعينين عيدين كي مالمه البورد كنا آدم صومين وشنت مالموضة هاي عيد الفطر عيد الأضحى يسدح البرية يقرن يساء يو بيان التفضيل صوم يوم وإفطار يوم ين العد يو صون صنا وحوفد البدن إن مالنا آت صون تو مالنا أفرت كده كده قاعد كوض ما أنت صومي بريبا أفوري بري دمبات صومي ساس إذا لحب والله صونا سنة كي إيوه لحبرو أفرى ينغنية مالين بعد سوميسا أو ترك الشيلي أو دي لهاي السومي أو الشيطان كالقوبي كدبنا حيوه وعرب كالله بحيوه وحاوه ترك دير قوينيسا اللي النفكي قايد كوها هاي نفطة إن نفط اللي قاقو يميه مسألة مركب وشيخو كاها الله يسومو الدهري ومسألة اللي بدون أهل لسكو خلاف سنية هاي ماذا يبتا كجر تمك الله في ريانا ماذا بك أورنا يمبنا أنا حيوك بدا من حيث الدليل ماذا بكورنا يمبنا نصوم الدهر أيا راجحة من حيث الدليل حديث النكار كدونتان لا صام ولا أفطر من الصوم من أفرنك صوم الدهر سنة كورنا صومة مرقنا سوق بقى بينه أيما الحنفية أيما الحنفية وحي قبان سنة كورنا إلا صوم سنة الله صوم إنا كراها مطلقة من دون التفسير وكراه لما والله كهضاء من فيعنه كراهية عبادة اسمه قلان كراهية عبادة اسمه قلان هذا قربان قاعدة إذن شيء شيء عبادة لابد من نغان كراه أن يكون واجبا أو يكون مستحبا شيء هو مكروه وأنا عباده ما يصير ورك ورسعون هاي ماها شيء قربة على اللي يقول دوان إما يكون فرضا وإما يكون مندوبا كراهية وحائز قلان قلا جوازك الكراهة تجامع الجواز والإباحة لكن كراهة لا تجامع الاستحباب شيء والله كذا والله ما تشعله يو اللي تشعل يواجع بين النقيضين شيء هو مستحب مركات تلاهض معاني دواء محي إلهي با تشعل مركات تلاهض كرانا معاني دواء محي إلهي ما تشعله إلهي ما تشعله طيب مركة اسمي إلهي نوشا مركة وأنا الرواية عن أحمد الكراهة مطلقا ورواية عن أحمد بن حنبل رواية وحاضرة اختارها ابن قدامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي صاحب المغني محقق الحنابلة الشيخ الحنابلة بلا نزاع إلى الشيخ الإسلام بن تيمية أوي لبعض الأوزاعي مصر قرين شام أفقها منه ورنتي بعد الأوزاعي إمام الأوزاعي قداشي ننكفق علوس ابن قدامة شام ما إيمانن سيدا سويري
العز بن عبد السلام وذات شافعية وأشعرية كتابكم وذاتك حنبلي وأماني حين إنك دون يفقه إنه فهمه ومن عين تعلق كاتو كتب أفرع مدر دار مهيا صدح لك هذا كور بايدي شغل لك هذا وحي خسية مغني من قدام إلى ولي من مغنقة آن أخريب الأرمري يمحلها يتمهيد كتب كسي داي نفطي ذو رأى لكم النغني أنا فتوضوي يعني كتاب علوس بولي يعني. صادر تذمركم الشيخ مجالس بابن تيمي شاول الإسلام مجالس فقه ولاي يرينجري حنابلة آذف لو يدينجري تدقيق التحقيقات حنبلية لو يدينجري كتاب مغنقة إيش سوى مرينجري مركو رأى مثلا وكاب ترجمة ذات آخر نيزان مغني ابن قدام كتاب علوسوي كتاب لمدة هي لمقورين في الفقه انت انا كور قبو في الفقه خصائص بولي قونية كتبك عن سنة وكشم لسنة وعلاقية بنات يشو كاب بحث بضن لكن من بداية كتاب الطهارة إلى كتاب العتق بحثك ودقية نقلك السلفك خلافك عالي وكجر التدقيقات الردودة هي إنساف كيسو وداد لإنات يشو أنا هذا مؤقي كلي إذن كنت أقان دونتا المهم سو مدهري إنا لسنين وكرايا مطلقا ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد بن حنبل اختارها ابن قدامة ومحمد المق كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أيا دورتي من المالكي القاضي من العربي المالكي بأصنط دورتي من الشافعية أبو محمد البغوي صاحب شرح السنة أيا أصغنا الدورتي والتهذيب تهذيب كفقه قاد الشافعي وذكرني ركزها ماشي كنت لك وأنا قول إسحاق إسحاق من إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهيم الحنذري حق الصحابة ومذهب عمر بن الخطاب سيدنا عمر باكوت تقينا الله أقول صوم الدهر ما لم بوحى الله شيء هبل بوحى الله يصوم الدهر صلاة قدام بصوما رمضان نواصوما كد من صوم كويس كسي وطا ويري وحورة صوم الدهر لما أقولها الصومي أفر بول وما صوما رأي بول راشين الله كينو عم بول راشينك إيه بول بكورت بكل فبحيه فعلاه بالدرة فضربه حتى أفطر وأكل سيدنا عمر بيكسو قنطا وقراع تشري ننكو كؤركو سوم الدهر حقبون كؤفرين تشري ومذهب عمر وحيكسو قنطا إنا كراهاتها سيدنا ابن مسعود حق تابعينته شعبي سعيد من جبير باكوتا جاي أيون هالكام مري بل عمرو ممنون الأود وحسو قوري إجمع الصحابة ننك اللي رجع عبد الرحمن زياد من أبي أنعم البجلي أيو أرقيو مال صوما مركزة وحالي ما أنت بالله يا بنت يصوم الدهر صنعت قرن بالصومة وحوري مركع عام من العدوى من كبار التابعين بل أدرك الجاهلية والإسلام وذنك كل شيء ينجري في صحيح البخاري وحان أركي في الجاهلية أنت عن إسلام كهر دانير رج منها يا دانير القرن إسلام هو شايدة بس هذا عام كنك سكلا هو وهو يمني وحوري مركز ننك اللي يصوم الدهر بالصمية لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه بوري من كان ضي أصحاب محمد أركي لهايين وإذا حطور لهايين لرجموه لقح بيكطور لهايين بمعنى قروح بكلت دال لهايين وما أسدي رجمي زان المحسن كوم مجيده ابن حزم وحور يقول لها نقصه هرجيده هذا أنت هي لهايين اجمع يسوق برسل لهايين بو اجمع أجمع الصحابة على أن صوم الدهر إنه يهين مكروه أما حرام بيديه لهايين بو أنا ولكن اجمع وما أرقنيه وحن لنا ومذهبوا جماعة من الصحابة لو رأى أصحاب محمد هذا لرجموه مذهب كالصداء كرا هذا مرية أي حق بدن كرا هذا محارم با مسه هين مسوى كرا هذه التنزية هاي ومسألة اختلاف ظاهر كسيدنا عمر في الكيس وحاكم غينة هاي تحريم شيئا حاران هاي انسحابي كما قراعين كما الدليل أما تابعك لكم الدليل أما مسلم كما الدباتي ابن حزم بأسوق أنا بربرين وحول وحارا قطعا أحاديث الباب قلت منا وصحيحه نينك فقه يقاننا أما سنة يقاننا كما مر مكربول أما قوليها أنا سيني كلمة ذهبت إذا قلت مركز كل حي كنتم بيجبوا مثل ذلك قال الله محلة أخرية أنا قل شافعية ذا محان قمنا سيدا إذن كقران متنك ترجمة ذا سيدا إذن كقران ترجمة ذا سيدا الشافعي ذو قبان مالكية كتاغرسا أحمدنا لبر رواية روايانا ومع
عمر وابن مسعود وأصحاب رسول الله والحنفية رواية ومع الشافعية مركة جمهور المتأخرين وحول قرنكرة وحيقة بان صوم الدهر إنه بنان ياهي إنه بنان ياهي نينك آن أن كل بات مذنين حقنا أن كل ديا عين عيدين كان أن سومين وحجاء الله عسك ذي باب كان مهين وان كان هين حديث كعمر حديث كحمزة من عمر الأسلم الصوم مرتين إيه النبي الله وان سفر بطن هاي أورطان كريستا وان سفر من الهبلان تقا وان صنر قدمان تلوساسا أوريقا إن النقاذابة إسكير سفر كيقابضا مسومي كرا في السفر وحد كصومت الرواية وكان يسرد الصوم صوم كستردين جري شافعية إيا حنابلة قيب توضقبت صوم الدهر وبنانيا هاي إيا مالك ذو حي دهين يسرد سردق وحلق فهم إيا صوم الدهر لا لغة ولا شرعا ولا عرف أبدا لقى ما فهمه سردق وامع زلقيز وأتتابع أو المتابعة النظم الشيء شيء إلا تحالي ده نبي محمد با أصام نزوح كوري كان يسرد الصوم النبي سردق ما محل وإن بالأمر لبا تنبرع الزبار دكتا مدوري تنبري بلوتشي ده سردق وإن شيء الله يسرعيه إن لا تحو شيء إن لا تحا أما الله إسرائيل لسفن قلينا كما دلت كما لازم لا لغة ولا شرع ولا عرفا إيه إن الله بيه طوم بلو طوم كحرو وحن كاهن شن مال موت وآه يوم تشريق عيدين إذن مجر الدين لساسا مجر حافظ كاك قرابي وحوري قرأ الله يتقاناي وركن أي شيئين حديثكم مكيني ابن حزم باطنكو قرلبور سرد يسرد الصوم لقما قادن كرو لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لقما قادن كرو صوم الدهر صوم الدهر إنه مكروه ونبغى مدة كرهه وعط نينك صومينه أو خسارة نبغى شيء قدونا أحاديث على عمرك واحد لغة اللي يحكم ما هي إنه قيودنا وش إمامكنا وقيود مصلحية معنوية اتباع الألفاظ بنسكوها هنا اتباع الألفاظ هي مراعاة المعاني قاعدة اللي وينجلي بفودس قليس مراعاة المعاني إيو اتباع الألفاظ أصل كوحاوي اتباع الألفاظ ما كان شريعة عادية أنه أنمر نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب أصل وحاوي لفظك قرآن كأي سنة إنا تفراعضه قول أيقاس ظاهر كوضا أتقول باب عيسو لأن الأخذ بالظاهر ومسألة إجماع أظن ماشى كسارين إن المعاني اللي تحقل يسمرك ظاهرته وقويته قيودا مركا لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين أو التشريق وحام وقيود كور من يسنس كعضاء ديديس مركا إن لا اعتبارية مركا معها يتولى على الفاظ مركا لازمة أين أقنى هذا حدثنا أبو الطاهر قال وحكوك أنتي شافعي ذو قد يضع يضع وحكوك أنتي صوم يوم وإفطار وفطر يوم إيه يا فضل بأن صوم الدهر بك النقاش نبغى نقول لا أفضل من ذلك صومك النبي داود وح صوم كفض بدون رسولنا مجره ما لنا صوت ما لنا أفرط إذن معاني الاعتبارنا هي مصالح الفيرن وحيك أنت إن نصعد لقرريه اللي استاغه تأويلا واجتهادا حدثنا أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب المصري يحدث عن يونس ابن يزيد الأيلع من شاب الزوري حاوى حدثني حرمته من يحيى أخبر عبد الله بن وهب أخبرني يونس عامل شاب أخبرني سعيد المصيب وأبو سلم عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن عاص قال وحول السحابي قاس أخبر رسول الله رسول كلاه وحلوش صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن أنا لا أني أقول بك إن أنا لا نبي قال وحلوش إن أنا إليه أنا عبد الله بن عمرو بن عاص لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت ولا أنت النور هابين وهابين كن وانسوي شيء وان تكن ما لينك أردنا وانصوم منام بيكون دارتي هو دارتي عبد الله بن عاص حوري أنت النور هاي هابين وان تجنان يا ما لينك وانصوم منانية نبي قال الله شيء يا وشيء أبيه بقى وشيء عبد الله بن عمرو بن عاص أبيه وعم بن عاص بقى وشيء رواية كلا عدي واحد يقول له ويلك عبد الله بن عمرو ممكن صوني وين نقضي أيو أبيه نادو عقل بدن دهات العرب الوتريو أهاي يوحول ويلك هذا أضلا وأهان ما هي حلا أورادي قبل وناكسون وقرشات بود يوجوري قرب أورد السي ما المكدي بصاب بقضي
صدقت هنا يقول كيسية قبل وأدير كوا أدير بالور نك عبد الله بالكور وحيتر عبد الله إني أذقي إنك في عن ما أنا أراك بيتري أنت أنو سني مت مرأي جم في إذا هبين كنا وتاعي يعني ما إنك وسمية إني أذقي بدن ويتري الله بركي هواك فما يقول ويدعو الزمة ويكوت شاطي وحيتري نين آخر ويه هي نين كني أدو يما يتر نين آخر ويه أكو يا فقبات ستي كوا هذا ما أنت جوا دي لو يديه وهي وقت قلب بحي سار أو شيء هذا وحي قررها يا فجرا برناك كسود هيا أفقبات يا سرباب يا هولهاس جيت ثرواب ما يقانا توس بيو بحايا المهم هاوش بو غادي ويا ريمرك وحوري هاوشاسي قبل يشكتي هاوش هذا الدينين وذرير كذا أضم بقنين سيد الإسلام كوصومان هذا أسومين ولا نبي نكون دعوين يا عبد الله وسيرت كي أبو وان دارتي ودار دار الله ين نرير كذا دق وقبل حق يد إسكي لالي ومال نصوم مال نسكافر صلاتنا حلنا سح حلنا تكو معيتي بلايدنا بدي إسلام بتقش وعنانتي المهم مو سنقر قال إن عبد الله وأني يرى آذ ودق دقها إن لكل عمل شرة مركي عباده كوكو عصب تايسون كوكو عصب يمتل القرآن كوكو عصب يهاي وحاوي شيء أنا تكون في بحضة أن ترارتاب في ربطان وذهبين كنا نسوي جود ورد يكون في بحضة أو كمان كمان آخر ضوء إنه كتاج ما باش نروح أحد حاد بيكون في عنته أبوك بقول كي جرابه وأبيه وحوي النبي يقول النبي الله وحنيك عبد الله يدبك أسوء وذا نبي قاسور هاد صدي عبد الله كوري قال له قيمت كوري قا قصود مركو أنت ويضاف فصم إيمان دون تر رواياتكم مركا رجع ورني حديث كنوا البئنتي مركا وحذيب ورنيا واحد دراونا كم تجري لأن الرواية مختصرة رواية مفسرة مجملة مبينة استحيا له إسكو أورسو عقل الرجال يعاني أدبوال ورشاب إلى هذه أخبر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنه لي أني أقول بكذا إن أنا أن لا تجريد واحد يجرين لا أقوم أن الليل ولا أصوم أن النهار أفهم زي التفات بيورنجري ما عشت أنت النوراي فقال رسول صلوحي أنت الذي تقول ذلك ما أدري أنك سدايلي أما سدالي أيدي أنت النوراي بينك وانتقنا ضررتنا وانصومنا فقلت له حان كن نبي كبير قد قلت يا رسول الله نبي الله وائري وركال غوشي وانئري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك مكرك أذوق مكرس أرنك فإنك أذوق لا تستطيع ما أودس ذلك أرنك أصلا إن ذهبين كنا تاجناتو ما نكنا الصومنات ما أود كرتت نفي الاستطاعة معاني بدل ما يكون عذاب هنا وام حي ويكون كان يسابنا بكوضة لا أستطيع تكوض ما بكربا لا أستطيع تكوض وأنا أود لكن بمشقة وتعب أنت بوين قطع شرعك وقط ما ذي الغضب نفي الاستطاعة وحكادي دينات كحن بارتم ما بأودي كرت الجبع أهمبا رواية كإيمان دونا أنت إنك بدل بانكرا وانكرا ينبي وكل بق درجة هوس أسي دقي علوج هذا وحكوك كريسات كل إيمان إسا مشقيه اسم مشقين لبدي الرفاء أتقد ضيع عيسو حقوق بدن واجبات كسارا فصم وأفطر مال صون مال نأفر ونم سيح وقم استاد أنت صيحته هذا وصوك عتاج سكتكو هردنا هلقاه له قيام الليل اللي ما اسمه دي ده هيال وصم من الشهر حق الصوم كصومها ثلاثة أيام بش حق إذا واحد كصوم أنت صدح مع الموت فإن الحسنة هلك وناقو حقود ما بعام بعشر أمثال تمن لابكي هذا بش صدح كصوم أنت صدح بري ما نقول بتمن بري بكده جاي هاي وحكده جانت يا ضو صدح مع الموت صوم وحكده جانت يا ضو بش ولا ما تصومي وحكام قرن متجرو وذلك مثل صيام الدهر أرن كانوا حلمي دي هاي إن هذا بلو البسطح بريكا صونتو ولغو حساب إن هذا بشو دون صونتي وحيكا ديغان تاي أضو صونت قدام بصون كسمو كئكي قلت وحاري فإني أطيق أفضل من ذلك نبي الله وحان أودا إنت وحكا بضان أفضل أي أزيادة أزيادة من ذلك قال صم يوما هذا بعض سيدات مال صون وأفطر يومي لبا مال مدن الصو وحان كسوري هران صومها بشي سدح بري كسور أيام البيت كسور أما ما هد ماك تكسور مدي دي وايا هيا أنا أسفه دقي
مال النصون لما مال مودنا النصو وهسومي. قال قلت عارف إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. نبي الله أنت وحكوين بان أوده. قال صم يوما وأفطر يوما. هذا هو مال النصو مال الأفر. وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام. وصومك النبي داود وهو أعدل الصيام. صوم صنامك أفضل بدنوي وهو أفضل الصيام. أعدل وأفضل صومك أفضل بدنوي أسقانا ودحد حيو وقرصورنا من بدنو عدالة بدن محايا إلي نفط مالنا عرف كالله بحث إسكا قد يسوي حيوه دماء شادير ربطا ما إلا الله بوشيو والله إلي أبانتا وأنا صومك أقول عرس داتي جابسان صومك أقول أدقوي نفط وحير ربطا إنسان لو دايو ويقاشد الله قبسطو ويبوك لارانتو ويصوهانتو كدبنا أي قرن ويدا إنا يصومن تايو إنكالي أما أي باش إسكبا شخصو صوم بان الأقمر إنين نفط صاس يجعش إن عرب كلوس يداي سيطدا يإن لحر وحود حي مفهم كرت وحيدي وان قوة ري شاطم أنت أفر وان شيركب حكرنا كل بق لقاد رفاد وهي رفاد كاسا ولا الربابة حقه ليلنتا إذا نشركنا إيه نفطنا هذا أوق من ميسد أو تمرتو كذا ما ميسو أو تمرتو يكون شوقي صومك إيه الليل الشيطان نمل بطاريس صدرت أعدل الصيام بالنبي قولي. قال وحور قلت وحان النبي الله فإني أطيق وحان أوذا أفضل من ذلك صومك النبي داود وحكفي عن بن أوذا قال لا أفضل من ذلك ويسكت مات نبي حور ما بتجرب ماذا شبك هذا كان سنة ما نجا قوف فطواني إنما صدق فطواني نبي داود صومك يزي صوم كفر بدون صنع متشر لا أفضل من ذلك ماشى مركز صوم الدهر وكفي عن حق إسكجي نبي قال جزميي لا أفضل من ذلك. قال عبد الله معانو وحويلي لأن أكون واجد دنبوي واجد دنبوي إلي إنه قل هذاي إجيده كبو يشرو كبو دواي كايد الصوق قابطي أرق سيارة هذاي مرقوه ويقمان سيدو أي دبع هذاي إلا هو لان دكتو وانت ديرتا إزوالي زي وحويلي أرنجي لأن أكون إنا نهادو قبلت مدي إلي الثلاثة الأيام صدح لما لما نبي يقول إيش يقبلوا بين أنك الصومه التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما نبي يقول إيش يقتل مامي يا أحب إلي من أهلي ومالي يعني كتش على ما أنت أهل كي قرن يمال كي وهؤلاء كسر بحق نبي يقول إيه دوري إلا أنصح الأم وها نبي ناصح أمين وقف كسر مسلم وحكوا ناس وطابطوها هل كائنا بالول بأن صدح كسومه صدق كبير الله أي حسابه رب كان يرفض كان أنا جلين أيام ما أنت إعلان لها بول لكن وحول هؤلاء النبي جا كجت جاي يقولوا أجا دين ماي سووا وياه يسدى يرتشل لبعتن مع الموضوع حول السومية كدي من الطمن بري والنصاني كدي من هذا لبعتن كله هذانا والنصاني ساسو يرتشل صوم بالبضبط قبلا مركب أصبح كدي من يا أمروري الطمن بري ونفترن هيا مركو حبوب مرقي وحلوص سميه ونفط صون وقتين لها كلاقات يكو علن هيا ساس يكو ودي بالكو دلان دلن هيا وكرو هيا إذن نبي قوحو كنا ساحين إنك قادم وهاي ميل بيكا قصو بحي خير بها أجي سيد عبد الله وكاله نبي قوحو شيق دو إنو عمري دونا ولو شيق إياه معجزة معجاتي ولا درنسين إياه حالوران دونا عمري قادو إنو ديرادا لغا إيابا سيدان اسكدا ما أودي دون تدي. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي حدثنا عكرمة وهو من عمار العجلي حدثنا يحيى سنة كورو كبر الله بعال للاعتماد كان هو للشاهد شاهد أهان أما وحيو كان مطبعان عن رهو لأن حديث عكرمة من عمار العجلي عن يحيى بن كثير الطائي فيه نظر عند المحدثين وضعف ذا كجرة ننقل يحيى بن عمار وأن ينثق وحافظه خاصة حديثك عمر بن إياس بأضو حفظي رقك لو حكورين ورؤية هاي لكن شيخ سهضون نضي يحيى من كثير الطائع ونقضه ويضعيفيان محدثين تو ولذلك ترجمة عن عكر من عمار العجل عن يحيى من كثير الطائع لا يحتج بها البخاري مسلمنا وحكوكنا في المتابعات والشواهد دور حديث بطنين أو فرق الترسة أيوه حجيستي حديث كعكرمنا عمار العجل عن يحمل كثير الطائي
مركزنا وهو من باب الانتقاء من حديث الضعيف رجح فادي وهو محي قانان نينكا سوغو ضعفي كجر يوم مركز وحي اغانيا بالقرائن والاصول والشواهد وحي اغانيا ان حديث كان اوحفذي من باب قد يصدق الكذوب صمت قانان نم بين لا يا لغيا مركا قاركود انو رون شيغ او ولي واد اوغتن رون شيغ هاي ما حد كو اوغاتاي الى كاله iyo ifafaala kale iyo qaraa'in kale iyo xukulad ku ogaanaysa maanta uu sheegay iyo qaabku u sheegay isuu ugu soo celceliyay isan u sumna seeteenin 10 sano ka hor buu ku sheegay haddii uu sidii u keenaya beenalo inta badan uu halmaan wuxuu shalay sheegay ninka beenta badan wixii shalay uu sheegay waa kala halmaamaya dhow gorba la kala wareystay wuxuu dhan isku hor keenaya sadadtu waxay dhahay arabtu idaa kunta kaduban fakun dhakura طبعاً بدن تاي دين حسوس بدنو طبعاً بدن تاي حسوس بدنو هذه كله ورقة وهرقة فشل باية المهم نكاسي محجستان مسلم البخاري هذه مسلم محجست في بعض المواضع نوام من باب وحل قاعدة لا يقان في علم الحديث أو قد ينتقى من حديث الرجل ضعيف ما علم أنه حافظ وحلقت دورتان إنك ضعيف كحديثه أحاديث الله بصدي إن أحفظي أو أصلا سكتين باب الانتقاب الله يقنا سيدا أنك قتك نوم دمبلا قال وحوري يحيى يحيى بن كثير الطائي انطلقت أنا يا دقاقي وعبد الله بن يزيد أيا دقاقني حتى نأتي أبا سلمة إلى أن أتقني بولي أبا سلمة أن أتقني عبد الله بن يزيد ومولى الأسود ابن سفيان المخزوم من الأورنشري فأرسلنا إليه رسولا وان اني عبد الله اني عبد الله باسرعني غوري ابو صمد سلام عبد الرحمن عوف بانو ادني غوري مركان غادني اندول استاغني ايا غوري ما ننغليني فريم باندرسني و غوبني ما نغراين غوري ما نن مكان ودوانو غوري ايان سفير درسني فارسلنا اليه الى ابي سلمة وحنود الري رسولا فريم قاده فخرج علينا ابو سلمة نوصو بحي واذا عند باب داره مركو نوسو بحيي بو حاكو يالا غورغيس اغتيسا لابكس وحاكو يالا مسجد غورغي وكسو بحي مسجد بابا كو اغيالا قال حرف كنا في المسجد مسجد كبانو اهين حتى خرج الينا مركان فرينت الدر ونوسو بحيي تقديم باكو جيرا صبحي دا دمبيسو كدي مركي انت لا مقناب وحي اركان غورغي اغتيسا مسجد كبا كل حده حتى خرج إليه ونصب فقال وحر انت شاو هذا دونتان ان تدخل ان غرغا سو غشا هذا دونتان ان غرغا غشان وان غلينا بور وانت شاو ان تقعد ها هنا هذا دونتان ان مسادك دحفريستان واد فريسنيسان او كدي وان ود شكيسنين فقلنا لا وحنو ما غرغا غلي ماين بل نقعد ها هنا مسجد كانو فريسنينا هو غرغا نغي كديمن علايس يمرتي اد كو نكون ماين يا اهل يرر با جوغي مسادك نغي فحدثنا ونوس تبي حديث كيف نوت تبي أنكر ابني محيل قال أبو سلمة محيل حدثنا عبد الله بن عم نعاس قال كنت أصوم الدهر سنة قدام بن سومي شري يعني صوم كان بدن شري أما يسرع عن شري وأقرأ القرآن كل ليلة هبين كستنا القرآن كان دمين شري هبين كستنا القرآن كان ختمه صوم كان الضبط عن قبطه قال محيل سي عبد الله فإما ذكرت عفوا فإما ذكرت للنبي وإما أرسل إلي فأتيته وحولي فإما ذكرت للنبي وإما أتيته رواية يشك من الراوي يا عبد الله ما رواية كلا عضين عبد الله أبيه با أشيغي أبيه با كدعوي نبي أنا أيميت أقرقس أقيمي وإمان دونتا رق الرواية حديك ورين أي وقابك أردقي وحلق إنو عكرمي هاي لأن الروايات عن يحيى ضعف ما كجرا فإما ذكرت للنبي النبي قال لي شيء يقول لي شاذي وإما أرسل إلي إنه يوسف فرندري فأتيت أن أتقي ومن التقين النبي قال لكن والله شو أبيه بأو شيء النبي قال أنا أيم فقال لي وحيقولي ألم أخبر ميان لي شيء أنك تصوم الدهر سنة قرآن يا تصنته وتقرأ القرآن كل ليلة تنبين كسنة القرآن قد ختمته فقلت سبحانه بلى يا رسول يا نبي الله ها نبي الله قرآنك واختم بين كستا يدرك استان دمية صون كان ضوضان قبطا ولم أريد بذلك إلى الخير بول وحن خير أين علمت شيء دين سيدا إنا يلو
قال نبي حوري فإن بحسبك أي فإن يكفيك أي كافيك فإن بحسبك فإنه يكفيك وحاك قفلا أو قدقة أن تصوم من كل شهر بالكستناد كصونتو ثلاثة أيام صونتا سكاكا صدح بري. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال حوري هوشا أكادنا أود وروغا هاي حقوق لا ضيع عيسى فإن لزوجك عليك حقا حاسك الحق بك قول هذا هاي من ما أنت نصوم مرانا هولي حاسك قبيا حق يذبو قبيا هردو لرعه يواد دالن ياي شاكي حسابك الله يسكر رباهي حديري صونك صونك ترتيب سالي ولزورك أي ولزائرك نينك صوبك قد مرتدى أهانا مضانية مرتبة الله يذهني عليك حقا حق بك قول هاي كفض البدن صونك سنضع يتهاجد كأدو تاقنتا لأنه كون حق وواجب صونك سنضع يستدرات له يكون واصن ولجسدك أدقى شرك هذا نفط هذا عليك حقا وأمان إليك هو أمان أدوك مليهت إن تكون حق يبتلم وقلو وحان شرع وقلو صادرت يدقفك مسلم شركي سحبك ماذا ما إبسنكر وليك ليها إبسدار الله شيء ما إبسنك ماذا أسكالي كليها ماذا أسكاله مليهد فرط هذا ما يبين كرتد ولا عجل هذا ما قد كرتد معايا إلى أذوق مليهد يا أنا عبد القادر أذوق محلي هذا مريض دكوا هذا وبكسي الدار أنت شو يا وكذا كويس شو ولجسدك شرك هذون عليك طش هذا وحكولة حقا شرك نفط هذون وحكولة حقا وترتيبي قايد كذي ويه مسكاه يفرها كردين هم مرحنن قال نبي حول المركز سيانك محانك كوكوسا مريا فصوم صوم داود نبي الله صوم كنبي الله داود صوم فإنه كان أعبد الناس فإنه كان أعبد الناس نبي داود وحوها ضد كمتك عبادة بغان إلهي وعابد أقبؤها كضيو. قلت يا نبي الله وما صوم داود صوم كنبي داود محوها قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ما لم بسوم جري ما نوافر جري. قال وقرأ القرآن في كل شهر القرآن كان وحد ختن تام بشي بها المرة دمي بشي بها المرة دمي هل جزء ما لنك بآخر كنت كهبينك. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك وحان أودا انت وحكا فيعا. قال فقرأه في كل 20 وايه هاي لبا تنكبر مرخة قرآنك لبا تنبر كل مي. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه قرآنك في كل 10 طبعا كم مالموض مال ختن طبعا كم مالموض مال ختن بمعنى ستحسد الجزء آخري طبعا بريبك قرد ماني. قلت يا نبي الله نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ويجيب مرد مي تضبات كم مرد مي ستمان كم مر ختن تضيب بريم هل مرد مي إذن ما لح جزء مالك مياد أفر جزء لما مقر ولا تزيد على ذلك تضبات كنا المرضى ما يساك كردين عمل نحوي فإن لزوجك مانع باجرة خير بتهذين يسمى موانع باجرة معارض كوري من ياجرة عرف كنا الله بحضو تكسو انتو القرآن كسك آخر ستو سكتو كتو وافعان الله هيدي لكن حقوق تاكوين وضيع يساجرة وحاضي وحكسو كيدو فإن لزوجك حازك هذا وحوه هذا عليك دوش هذا حق واجبة ولزورك أي زائرك كقصوب وغضي إيه مرتدي كل جوجنا حق بقوله ننصو من مشى كينكره مرتدي قصوب قوت من حتى سبع مقابل ميس قاتش كقول دكان طبيعة كاه الله دول قات كقول يرام با دول بينك كاك عام بضربته أيوة من قحانو هساوان عرب كلب بحانو ويا ويا كشكيان الله إكرامه شاء أصب تو الله كبتو بين ربا وقلبك واسع النقطة وما لنك حتى استريس كده غير ربا أذوق من أحد دوني نمر باقوك كوكو هاي وان مكاك عن من أبد با وطوق الجاه كده ما طوق الجابين وأذوق كوبي إلا ولو كود جين ياي ما كود جين صوني قاتش كود جين وركا أوجادا حقيقة السداسوي نبغى طوقها لين الفانتام وليه صون كان يقول الصومين صون كده بدل متر مسك عروتي هواين كان يقول الصومين أذوم بكتيلي بقى قاتش كده كل جابي كوكو قوام بدل متر واي
ولزورك عليك حقا بكقولي ولجسدك عليك حقا شرك هذا حق قولك قولي. قال وحور اصحابي عبد الله اصاكش فشددت نفط يدي بان كؤكي فشددت على نفسي شددت على نفسي نفط يدي بان كلفان كل بوحان ربي صارين فشدد علي انا ولقؤت كيبور. وقال النبي نبي وحيوي لمرك ايده هو شيء لها الله انك ادو لا تدري مؤقد لعلك يطول بك عمر ان عمري دونته او اجشد اي دمنت ورو ما هي سيدي هدقدقي حلقا يرت برقن كجوكتو واختي واضم بي يا سعد واضم بي هدقدقي لا تدري لعلك يطول انك كدرانت بك هذا عمر وعمري هذا سو نبي شيء اد بو عمري. قال سحابر فسرت وحان كو انتو هدون قاري بوري وان كو بيو شبطي إلى الذي كي قالين نبي نبي قويري وآه إن أنا أودي الدولين وان كو رفادي الدونو عمرونا ديران دونون عمري الدونو. فلما كبرتو مركان وايالي وددتو وحان جعل ذيبا أني كنت قبلتو إن أنا أقبايا هون ييلها رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم رخصة النبي محمد إن أن ييلها بان تمنيي مركز دنبالي هدومات قادت هادة ما قادن كرو نبي قوهوش إيقاتكي سوان انتاس دريتشي نبي ما ننكدي درا halkum baan ku dhiman buu law isku dari maayo in nabigu xusid aan qaadan waayo talaysi aan diiday xaqna aan ka noqdo hawsu nabiga iga tagay ugu oga sidii maan u wada hayaa qaabka hadana uu fasiro u leeyahay waaqad markuu waayay hawshu uu bedelay oo kari waayay saxma ah riwaayad kale cadeeyay xafidkana tilmaamay in uu sidii uu ku socday laakiin bimashaqatin yanaf bahal naftiiru noqday nafna buu noqday waa dadin la yaro iska xoog badan baa ayuu soo ka dib ku haynin waaqi dambe naftu garab dhigahay naftu garab dhigahay wuxu markaa sameen jiray siyaasada inuu bariyana xoogo nasto oo naftu soo noqoto oo isnafaqeeyo kadibna soonka u sii daayo hadara uu ku noqdo. وحدثنيه زيد بن حرب بائي والرمى soonku ku daciifinay Cabdullaah ibn Mas'ud waxa ka sugan in la yiri quraankum baad aad u akhriday soonka sunnada ma soo intid maxaa kugu wac ابن مسعود فقيه هذه الأمة صونك صنع أدب ويرنتري لكن القرآن كأدب وخريتري ويجيب مربو دمنجر أما ستح بر مربو ختمتر مركز وحيري إني أخاف أن يضعفني عن قراءة القرآن والقراءة أحب إلي من الصيام ساسو ديجري صونك وحيري قد ضعيفنا يا قرآن آخر سكبتنا ما كي قاتشدو كويس هذا قرآن في عن آخرين بيس كنت حليل وعرف كاد مرني نهات كفيرين وان خشوع بدن لهين وتدبر لهين بالاخي ولي من نسك دم قرانك قالوا اله كادمه قلبه واحد تفيرني ماشي جسكي او شو والله يقانا ففوق توري وحا وي ويرانيسا وي دمانيسا وحي ولي marka soonka sunnada wixii ga daciifinaya he quraan akhriska yuga daciif wa qira'atu alquran ahab ilay min asiyam warunti ونقطع عيفين بوري مركا قرآن كنا خيارا كتشعلا إنا نصون صنع الصوم إقطع عيفين أيه قرآن كي إقام مشقول لي سداسة جماعة من السلف مري جرين بأ دم لها أين نصعون. وحدد زي من حرب حددنا روح من عبادة القيسي حددنا حسين المعلم حسين من الدكوان المعلم عن يحن كثير الطائي إن هذا المتابعي وذاته يحي حديثك قدري بوكو شيغي وذاتك وكمدها عكرمة ابن عمال العجل عن يحي وطفو مرتين بهذا الاسناد بكتب حسين المعلم وزاد فيه حسين وحقدر حديثك بعد قوله نبي قوله سكد من كل شيء ثلاثة كسوة فإن لك وحاكواها بكل حسنة عشر أمثالها حسنة كسوة الله تماد ومال طمان الله بكتب أكواها وطمان مرض ولغو قرية فذلك الدهر كله فذلك سيام الدهر كله قاسنا مركو حكد قيني هذا سنة قرن بصوة محاكام مقام. وقال حسين المعلم وحوري في رواية عن يحيى سوق مركو ورني قلت محاري وما صيام النبي الله داود وما صوم النبي الله داود عفوا صوم النبي الله داود محوها النبي الله وقاب كيها قال وحور النبي نصف الدهر سنتك بركي نص لغا صوم سنتك لحبرو ولم يذكر متابعا ضمبي حسين المعلم موسى شيئا في الحديث كمين شيئين من قراءة القرآن شيئا قرآن كقراءة آخر انت سبحبكم شيء يعني رواية هو راكو ترتوي ولم يقل موسى أو الحسين المعلم في روايته وإن لزورك عليك حقا قفك صواب وضيء مرتضى أنا حق بك أقول يا مردهن ولكن قال وحوي إلى أصور رواية ديسة ورواية في عانه وإن لولدك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا أبت كاذون حق بك وحق واجب وليبا
ubadku intay yar yihiin in quraanka la baro oo diinka la baro oo asaasiyadka iyo waajibaadka islaamka la baro waa fardhu ayn cal ab aabahay fardhu ayn ku tahay hooyadu inay fardhu ayn ku tahayna waa mas'alatu ikhtilaaf wal raajihu kadhalika di abihi lawaay fardhu ayn wa intu ilmuhu yar yahay in la layliyo وواجباتك أصول الدينك وحكوبة بعد آخر الله برو فرض عين وي فرض عين تبا يا مركا يا ضياع يساوي فرض عين يا بقى شوي والدك يسارنطة إما بنفسه وإما بالوكالة إنه معلم أقبطه برا مؤدب معلم إنه أقبطه خرج سنة بحيه هذا مركا مركا إلمه حول الله هاي أقول لك إلمه حول لي هاي حليزة لقى جورا لقى بحري مركا واد المي حق يسوى ضيع يسوى واجب قواها وتربية ديسي كورقب كيسي ليلين تيسي نولش يسين نفقه ديسي إن عرطة بيل كودي نولش وضل الله إلاليه لقونا الددالو وحاكا واجب سن عند المسلمين هين نولش وضل الدينيت حافمات كودات كدداليسان يسان قرق يسان الله ينبت كدداليسان يسان أولا حسابها ويسكر رؤيهين aroo dhigta meel ay saaxatama weeydaa Soomaali oran jirto waga hore waxa ka daran diinkooda tarbiyadooda edbintooda akhlaaqdooda dhisidooda maskaxiin la dhiso oo waxba ka culus laguna dhiso wax saxan oo diineed wadu hadhow qado baxsado qu anfusakum wa ahliikum nara taas muhiim tiibo nabigu u sheegay saxaabi sunnad kuma mashquulshan tahay ilmihi baa dayacay saaba leeniyo wala dareensiyay وحدنا القاسم بن زكريا بن دينار القرشي قال حدنا عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان عبد الرحمن النحوي عن يحيى كثير الطائي شيبان نوح متابعين اياه وذاتك حسين المعلم وحسين متابعين وذاتك عكرمة بن عمار العجلي اذن عن محمد عبد الرحمن مولى بني زهرته عن ابي سلمه سماره اني من كان وحيق لي واسط بين يحيى كثير الطائي وبين ابي سلمه قران ابو سلمه تصبح قادنا اي روايه هوريت صمرتي تصبح قادني هذانا واسط القلي بخاري وحو اركا اني تا من باب المتصل من باب المزيد في متصل الاسانيد مسلمه تصبح اركا لكن طريق دم بوكيني دوناي وحسو وحو اركا واسط اني ثابت تاي بخاري يا دار قدني ابو زرعه ابو حاتم الرازي بانا كو خلاف سنه وحو اركان اسقاط الواسطه اني راجحته مسلم وحو ليهي ذكر الواسطه راجحه سيدنا نقطي حديثه هو محفوظ عن يحيى كثير الطائي عن ابي سلمه بدون واسطه كذلك هو محفوظ مع ذكر الواسطه لبدا طريق بوحاول يا جماعه من الحفاظ وان لك الرجع كريم مرك ان ترجيح لما مره صحبه معه وارسده حافظك قبقبي وهو ظاهر هو الظاهر عن ابي سلمه قال وحور واحسبني ابو سلمه عفوا قال وحور يحيى يحيى كثير الطائي وأحسبني وحان أم ملينيا قد سمعت إن الحديث كما قال أنا أنوق من أبي سلمة إن أنوق طوس بأبو سلمة أو قاطبا في ليا أن أسي مرينين محمد عبد الرحمن مولى بني زهرة عن عبد الله بن عاصم قال قال يا رسول الله سوق يقول اقرأ القرآن في كل شهر بالكست قرآن كرمه صحابكم حلقة العلنية قرآن بدن يقرأ أبو النبي كرتاغية وسيد أحدحات وفضل بدن بون النبي قلت الماما يا صحابك وحاس أيان درا بالدم أتي قف مسلم إنه قرآن كذا من وين بالجوتري أو بلطي أو دعوي أذو وذادة وطالب علم إن القرآن كي يقان إن هذا بينا كنت كنين ما لنا أذن درين أو دم من وذواعب أنت لك سلف كنا أدب إنه عبايات هوش أنا حمان كلي كتب جميسة إسكا إلالي كتاب إله الله ورقبه اقرأ القرآن في كل شهر بالكستر دمي قلت إني أجد قوة نبي الله وحن هلها يا أود انت كبدا قال فقرأه في 20 ليلة لباتهم ينقر دمي قلت إني أجد قوة نبي الله وحن دريم يا أود انت كبدا الله قال فقرأه في 7 تطبقوا دمي ولا تزيد على ذلك تطبقوا النبي وكو نبي قلت المامي يا عبد الله يكو العلي هل قد دمي صدحنا يا لغا يا رايدنين صدحنا يا لغا وحي كبدا كير مرن با كجرة إنه بدعية هاي إنه بناية وحدثني أحمد يوسف الأزدي قال حدنا عمر حور ربا مسلم إنه حجيو ذكر الواسطة بين أبي سلمة وبين
يحيى إني صحتاي زادت الدقيق لو كيري. حدنا عمرو بن أبي سلمة الهاشمي أبو حفص عن الأوزاعي عبد الرحمن عمرو الأوزاعي قراءة عليه على الأوزاعي أنا كنت الأخري وأخبرنا كورني عرض على الشيخ. قال حر الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير الطائي عن ابن الحكم بن ثوبان واسمه عمر بن الحكم بليه عمر بن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ووجد مركة يحيى ضبح أسمر واسطاء وعمر بن الحكم بوسمر داينا واسطاء محمد عبد الرحمن بوسمر عن عبد الله بن عم نعاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله عبد الله بن عمر بن عمرو نو لا تكن هنقون بمثل فلان مثل فلان هبلك هنقون حاب بن حجر وحوري هبل كوان راديي أحد حديث كان ذاتك وريو طرق من طبق علي فلم أقف له على اسمه وانسوا وايبون قرنت النبي وقريي إن المقصود هيد بالغي يابا نبو النبي كو أغاي نصلاة الليل كتكادو واقي دمار الدائية وكتكي تيبو النبي وقون صدي هبين كنا وحونك قاطان ومهين انت يدون عليك لا تكون هنقون مثل فلان هبلك هنقون محا هبل قد عن نبي الله محب إيه كان يقوم الليل هبين كتوس جرو تهجد جري فترك قيام الليل قيام لك بكتكي سيدعانا وحكو كين دونتا إن القيام لك كرو يدوي وداليس وذهب سومي هذا إسناري سود أنت أرورتك الله هذا ما تدون صحته وعاو دون قوريسه وطراد وحانسيحاني بلنستم ساسو حكا تريس ساتولي اسكدائي باشو ترتيب ترتيب وبانتا سمعنا نقول يا رمضان كما كان لقال نسك الدم بطمان قدم من نفط اسكاقا هذا إيه إمامكم أخذها تجي صلاة الفجر وقرآن الفجر الله كربحه إمامك الله دقال لهم صلاة صوت قابي وسيدك حاول أن تقنع ما صلاة الفجر بالأسكوة إلا ديرية وحق يدر الله سيئي محيطي دكدك وكيدي جي سيدنا عمر مدى كسيحان أيا يا كفض بضان مدى أسوة شيئذان نسك الضمي اللي سوة شيئذي كسيحان أيا كوريا كو قماما أيا أما صلاة صبح بضيع أيا هذا سي أن شرعة وافق سنة وافق سنة وتهجده وحاض قاسري كوكب أطفالي ضيعي صلاة الفجر يا سنة كذا إيوه أقب كراعة هي قيمة بطلة أذكرت هذا كري نبى هذا هم سبب أركه كنت رح صناعي أذكر الصباح المساء كري بالمسجد بقى وردي كده بيمتشر القرآن متشر كله إسوال كاسي واحد بضم وح خلطان بأكل جرو شيطان بالقوله رياء يا سمع حال تهجد بنسوت كذي على قربة اسكا إلالية تهجد كان يان لضيعين هي ويحكو وينانا يان لغط منن وصلاة الصبح. وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبر من جريج إن تراويحي تهجد لو تكذانا مربى بكجر وراب ما كسوها الله صحيح مسلم كسو الشقي كما سبق وي وحيود دارنتاي أرضي حروقة كما سيأتنا نأيت الله ورابا نصمر هذا تراويح تكت مع جماعة عشاء هذا نسبع تكت سهد فجر كذا هو شايف أوكي تقدر نقطع يمر ملها لكن هذا جماعة دمو تاج أصوك على ورك أيون وسحين يمر باكوتشرة ورك أسكو هذا هاد هبينك حضرك إذا رمضان كتبان كتب بلق هذا مساعد كي أو هين تراويح عدلا يوفيها لا وصف صدع صف تاجد كان والله سكوب ورن ماشان وحبا كوتشرة ودايقو سمالي دعوه اروه يلا دريم با ايقال ما حد جره هايون با لطمة بول ما مال لطمة درون شيئا يعني اي داعدي هين درار ما لور اكتبول ما حاون هبين يمكدي يقذعر ومن مالها اللول اردي اسكا الالية ما ايش الله اسكوه با اينا يسحان تاين تتكلي حتان مال مول او مر مرتع اما عريري اسكا الالية وحورين عبد الله حسان مثلا قابو حكاري ذا مرن عريوني مثل قاب حكار إذا مرن عريون إسكا إلى لي أو شيء هذا طيب هذا لك وحكا سيحون إن أنا طرف هذا أنت كن هاي تهجد نات سكت كون نوع عصي يقول تربة أمر كل اللي إذا ورد تروح له في عن تروح لقبته أنا قلت هاي تهجد بعوي اللي يدي ورد بعوي ولادي تروح تكوي كل هير تروح لما هيسد تهجد لما هيسد معوضا ليه ذا مشكلة وهي مشكلة وأن حمان دونه من حمان دورة وضيقي وضيقي معوها عربية ويلكي زندة مع سيدة كواني وكواني زندة مع سيدة كواني مركز واقع دنبو حلوك يا ري
وحلوك إن هؤلاء يحملوا اللي يدويل كذي يا جرحي ويل كي بقالوا عنا طوارين كارقبة هذا الإله عاصي ذي والكتاب كيس قط مضي والحشون ويدي هذانا الدون محمد أقول عباس ما كان فرصة بنا حوا ذي محد بيها بنان كوجو سيد ويدي بكل هذا كبير حراب وحان مقلي إمام مالك كان يكره العزلة إمام مالك بكره سنجر ديدي جربيها بنان كلو شوان مقلي مركز وغضي قول إنكار كوكو دعوية إلهي ونزلنا حرمين ماذا المقلمية مالك إن بيها بنان كهال لقينا وان مقش وإذا بدر وعاصو كر وعدا اللي ديش رق لقوش يقب مي إيه ونمن ملو سعني ونمن ملو سعني أخير دون أهي مركو ردي أدنين كم مقلي كرات العزل محوم مقلي وهي تحريم الله اللي زنا ومشكلة وي ومشكلة كريدة قروفية وحكا صدق مقليس حدثني محمد رافع بطب نقدس وديسنا بلال كان سنة قدر حدث محمد رافع أن يسابوري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مجهول عبد الملك قال سمعت عطاء إن أبي رباح بن مقلي يزعم مسلم سوء جمعية طرق حديث كان إنه جمعية مجرى لا للنسائي وهو شرقا أولى إنه جمعية ولا البخاري آد بطرق حديث كان أوروري مسلم فجمع الروايات جمعا نفيسا بالنووي آد بوش أو أمانة ورنتي سمعت وحان مقلي هدان ابن جريج أهي وحان مقلي عطاء ابن أبي رباح يزعم الشيغية أن أبا العباس أبا العباس السائب من فروخ بالي ومسلم بابا مقعس الشيغ الدوني يعني قبياءها لكن حقا محادثة هوي أخبره أنه الشيغي بالشيغي أنه سمع عبد الله بن عم عاصي يقول بلغ النبي نبي قوحا قاري عليه الصلاة والسلام أني أصوم أسرد إن أنصوم صون استبقل أني أصوم إن صوم أسرد حالة أسرد الصوم صوم كان سرعين يزدبقل أن تحيو وأصلي الليل هبينك أن تكذن واقاري فإما أرسل إلي إنه نبي يوسف فرندرون أتقي وإما لقيتنا الله كل مي لما نأكل من ومرة تقن نبي أصوب وقرق سوقي من ربالك لعضين دون وقاري دون فقال نبي حولي ألم أخبر ميان لأي شيء ونور إسوك قاري أنك تصوم ولا تفطن تنتدن أفرين وتصلي الليل وضن سيحنين فلا تفعل سدى هيالي سدى هيالي فإن لعينك حق حظا إيش هذا حق بيكو قول يا ضحي إنه حيرب إن لنصيه وإن لدالين بيربان إنه هزك شطو يرمسط هذه كلاوة إنه بيليس ضد بيكون غني ولنفسك نفترض يشرك هذون حق حظا حق بيكو قول يا يدف ولأهلك الريرك هذه حاسك هذه عرورات عرورت هذه حظا دف بيكو قول إنه حق بيكو قول إنه وقت هذه إنه لش هذا فصم صون وافطر مرنا افر وصليت كسات ونم حق النصيحه وصم من كل عشرة ايام يوما طبعا كم مالبوط بمال كسر ولك مركه وحقو هذه اجر تسعة سغال اجر كنا ولد ادن سومين مالك اصونتيو سغال ادن سومين اجر كود بعد لده مركه تومبل قال وحري اني اجدني نبل وحنسله ازدريمي اقوى من ذلك ان انسلا كحوق بدناي يا نبي الله قال فصم صيام داود نبي داود صوم كيسون هذا سيدا طاي قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله نبي داود سيدا نبي الله أصوم بشري قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ما لين بصوم بشري ما إنه وأفر بشري ولا يفر إذا لاقى من عرر بشري هذا قال إسلا ولا يفر ما عرر بشري نبي الله داود إذا لاقى عدوك هذولك المو قال إسقوي ما دنا ما عرر بشري معايا لي لكن ننصون أسود دلي ما دقال الله ما يتلمامها هي وإشارة بعيدة مركات تبردره اسكو اكتها وعرار قرق بمقالي كرتيد با أرض بمقالي كرتيد دقال يبود بمقالي كرتيد صون بإبر كارده كي نبو مركي يقول مكا مالك اللي فرني الله أفرود قرنس رواية النساو حكو درتي وإذا وعد لم يخلف وإذا وعد لم يخلف لبدا قضب ومهم جدا ونبو حت الماما يا صون كان قاب كان انه ضعف كو كينيو كاسو كيني كرا ان اد كا غاسرتو ضيعدو جهاد حقوق ديسي هي واجبات كي مسؤوليات كي سدو كاله بلن كان اد قاد واد كاسو بخي وي كو واد كان دونا او كما سو بخي كرتيد وكان لا يفر اذا لاقى واذا وعد لم يخلف نبدا ودو وح بلن قادنا كما بخي جيرين اداي قال اسلنا ما عرر جيرين ما لا واسوم جيرين ما لا وافر جيرين سدا يلا دد اود قال عبد الله يحوري من لي بهذه يا نبي الله
من لي بهذه يا نبي تن يأيهر قلنا نبي الله مدن أيضه وأه وكان الله يفرو إذا لاقى نبي داود معرّج المكي قال السلام هوشا يا أوذي كربور مرواد بقن ضد بن آدم هوشا هو الأنبياء ويبو وارنت جيسي بقال لكن حكاها الله يا مربل قبي كيري وطبعا هذا مربل بل عرّي من لي يا يا وكيل ايغو يدمانت قاده هي بهذه مدن اه اننا عرني عند اللقاء يا نبي الله قال عطاء عرف فلا ادري ما قرني كيف ذكر صيام الابد يعني وهذا من الامانه حديثك انت وانا حفظتها يبو لكن سدو عبد الله الشيغي حديثك وصيام الابد اصول حق لي الروايه ما حسستون ما قرني لكن وحان ايان كو شيغ لا فلا ادري قرن ما هي كيف ذكر صيام الابد ولقد إن الله صومسود أشياء جي ما قرن أيه قابك ودي جي قابك ويمد يسياق ما قرن لكن محنها هي هذا النبي يان حفظيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام مسلم من صام الأبد إنك ولقي صومه لا صام من صام الدهر أم هو خبر أم هو خبر طيب لا صام من صام الأبد صوم الدهر إنك صوم مسلم الله يسون صوم الله صوم كيان لقى أقبال أنتوا وان غنكرت أم هو دعاء أم هو خبر إذا تنبان حفظنا هاي بوري هذا النبي يقول حدبتها أغنية هاي هذا الكهرية صيام الأبد لقاها الله وحي كهرية محفظين بور مقبا عطاها طان لك وحان هيا انت النبي قان هيا وأمانو وحدثنيه محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر الأزدي أخبرنا مجريج بهذا الإسناد إن مجريج نينك الأورنجري عبد الرزاق المتابعي عن مجريج بكربا بهذا الإسناد بقش محمد بكر حديثك وقال وحونا يلي إن أبا العباس الشاعر أبا العباس كي قبياغا أها أي أخبره أشيغي أشيغي ياه أتبير ياه ننكي عطاءها بو أشيغي قال مسلم وحونا يلي أبو العباس هذا ربط السائب ابن فروخ أبو الحسين مسلم حجاج باين وفصير إمام كاك الله ينك أبو العباس وحونا وأسائب ابن فروخ المكي من أهل مكة ترمكو أها ثقة عدل شاعر قبيها ضد مقش وحاس كفلي قبيا محلو يقنا انه حكو حد قدبه وحبنبونيو بين بانجليو فانتمو وحان جرين اسقبتيو اركن مري لهدو هاو شاس وكبق ان ادو قات ان كان شاعر كانو اها شعراء عادي قال لمد كان وسنين حافظه وصناين عدله وحو قري ثقه عدل وان كان شاعرا بخاري اسوق في رواياته وحكو يمد وكان لا يتهم في حديثه هبا قبيه حديث اللي يقول نكتو مما إنن لتهم ولا حديث كبيان كشجع أم وقف ما هي نثق عدلها أحمد باسدا مري حفاظ رنبا مري وثقة عدل وإن كان أديبا شاعرا بليغا والله سبحانه وتعالى أعلم حديث لقمر ماني عبد الله يا مركا عواهن وشوب